مرحبا، أنا رينا دونا، مندوب مساعد في UNFPA لدولة الفلبين. أنا رائدة الفريق القائم على تنفيذ ختم الإدارة المعتمدة على النتائج في الفلبين. إدارة المكتب الدولي مدعوم بقوة بواسطة ختم الإدارة المعتمدة على النتائج، وأيضا بواسطة المكتب الدولي وهيئة العاملين وشركائنا القائمين على التنفيذ للحصول على النتائج المرجوة. لقد أدركنا أننا إذا غيرنا طريقة تفكيرنا وبدأنا بالعمل على تحقيق النتائج المرجوة لن نكون قد ابتعدنا عن رؤيتنا، ألا وهي أن يصبح لدينا فريق عمل سعيد بعمله ولديه إحساس بقيمة وظيفته وقادر على إحداث حالة إيجابية في حياة المواطن الفلبيني وخاصة النساء والأطفال. أول شيء قمنا به أننا جعلنا موظفينا يعلمون ماذا يعني أن نشارك في تنفيذ هذه العملية، هذا إلى جانب إصرارنا على أن تصبح هذه الفكرة هي هدف الجميع. إن التحول إلى هذا التطور كان بمشاركة كل العاملين بمكتب UNFPA بالعراق، وهذا يوضح مدى قوة ختم الإدارة المعتمدة على النتائج في المكتب الدولي بالعراق. عملنا على تحقيق النتائج المرجوة. أيضاً لقد طورنا من المنظور العام في التنقلات في خطة العمل السنوية وأيضاً في المشكلات التي تواجهنا، حتى يستطيع فريق البرمجة والتنفيذ أن يعرف إلى أين وصلنا. هذه التغييرات الإيجابية متعلقة بالأهمية التي نعطيها في طريقة تحديدنا للنتائج المرجوة عن طريق مؤشرات ثابتة. المراقبة الافتراضية لما ابتكرناه أعطتنا النتائج التي أردناها. منذ أن بدأت جائحة كورونا كانت هذه أول تجربة لنا لنكسر حاجز الصمت وأن نعمل كفريق واحد. هناك دراستان تعملان في آن واحد، الأولى لها علاقة باستعراض منتصف المدة للوثائق المبرمجة للدولة، وفيها يتم تقييم إنجاز المكتب الدولي بمصر وتقدمه نحو النتائج المرجوة. الثانية هي المصاعب التي يواجهها وما يحتاجه ليتصدى لهذه المصاعب. أستطيع أن أرى بوضوح النتائج الإيجابية المتعلقة بختم الإدارة المعتمدة على النتائج. المطلوب أصبح أكثر وضوحاً، العمليات المتعلقة أصبحت أكثر ارتباطاً بالنتائج المرجوة، والنتائج أصبحت قريبة جداً مما خططنا له. نريد أن نجعل ختم الإدارة المعتمدة على النتائج استراتيجية إنسانية مركزية. لابد أن نجعل احتياجات هيئة العاملين أهم أولوياتنا. تطور هائل قام به المركز الدولي بكينيا إذا نظرنا إلى الخطة الموضوعة، ليس في المكتب الدولي فقط ولكن مع شركائنا التنفيذيين وطريقة تحديدنا لأولوياتنا وبرمجة التنفيذ. التفكير خارج الصندوق وتحديد ماذا نستطيع أن نفعل كمكتب دولي لنحصل على النتائج المرجوة. التنسيق داخل المجتمع وأيضا العمل الجيد يعظمان من النتائج المتحققة. أيضا المسؤولية والشفافية التي تشارك بها UNFPA في العمل على تنفيذ هذا المشروع. نحن نشجع هذه المبادرة وندعم فريق عملنا حتى نصل إلى التحول المرجو على مستوى الذكاء الاصطناعي وقاعدة المعلومات، وهذا ما يساعدنا ويدعمنا فيه برنامج ختم الإدارة المعتمدة على النتائج.